سنتابع أهم التحالفات التي ستشترك بالعملية السياسية ربما في الانتخابات التي ترشحت للعام 2018. إذن من خلال هذه الشاشة الكبيرة سنتعرف على أهم التحالفات السياسية التي ستشارك في هذه الانتخابات. إذن سنأتي من خلال هذه الشاشة الكبيرة التحالفات السياسية التي يتوقع لها أن تؤثر في المشهد الانتخابي وتشكل ملامح البرلمان المقبل. نبدأ أولاً مع تحالف النصر الذي يقوده رئيس الوزراء حيدر العبادي. هذه القائمة أو التحالف انضمت إليه كتلة عطاء التي أسسها رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض، وكذلك كتلة نينوى برئاسة وزير الدفاع السابق خالد العبيدي. العبادي غازل تحالف الفتح المبين، ويشير مسار الأحداث أنه سيتحالف معه باعتباره بيضة القبان التي سترجح كفته في المرحلة المقبلة. تحالف الفتح المبين الذي يتزعمه زعيم منظمة بدر هادي العامري، وهو تحالف من 19 فصيلاً من الحشد الشعبي، دخلت العملية السياسية بعد أن قالت إنها تخلت عن سلاحها. ننتقل إلى تحالف آخر وهو تحالف دولة القانون وزعيمه نوري المالكي. يضم هذا التحالف 8 أحزاب. تقول التسريبات إن من بينها حزب جديد أسسه زوج بنت المالكي ياسر الصخيل. المالكي لم يفلح على ما يبدو في استرضاء أو إقناع تحالف الفتح المبين، وهذا مؤشر على اتساع دائرة عزلته السياسية في المرحلة المقبلة. إلى تحالف آخر وهو تحالف القرار العراقي. يضم هذا التحالف 11 حزباً وكياناً سياسياً، أهمها حزب المشروع العربي برئاسة الشيخ خميس الخنجر، وتحالف للعراق متحدون بقيادة نائب رئيس الجمهورية أسامة النجيفي، وحزب المستقبل الوطني برئاسة وزير التخطيط سلمان الجميدي. وننتقل أيضاً إلى تحالف آخر وهو تحالف ائتلاف الوطنية، وهو تحالف ضم نائب رئيس الجمهورية إياد علاوي ورئيس البرلمان الحالي سليم الجبوري ونائب رئيس الوزراء السابق صالح المطلق ورئيس ديوان الوقف السني عبد اللطيف الهميم، بالإضافة إلى 20 حزبا وتجمعا سياسيا. إذن نستمر بهذه التحالفات المتنافسة. ليكون معنا الآن تحالف القوى المدنية. أبرز قيادة هذا التحالف هو النائب فائق الشيخ علي، ويضم أيضا التيار المدني وقوى ليبرالية أخرى. وتحالف آخر هو تحالف سائرون للإصلاح. هذا التحالف انبثق من التيار الصدري وحظي بدعم زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر، ويضم فيه 10 كيانات سياسية. والتحالف القادم هو التحالف العربي في كركوك، ويتألف من 10 كتل عربية يتقدمها محافظ كركوك الحالي بالوكالة ركان الجبوري. يتنافس التحالف على مقاعد كركوك في البرلمان مع كتل كردية وتركمانية. الأكراد أيضا دخلوا بقوة في تحالفين، هما قائمة السلام الكردستانية، وهو تحالف الحزبين الكرديين التقليديين في إقليم كردستان العراق، هو الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود البرزاني، وحزب الاتحاد الوطني الكردستاني الذي يتولى رئاسته كوسرت رسول علي بعد موت زعيمه الراحل جلال الطالباني. ويرأس القائمة أيضا هذه هو خالد شواني. تحالف الوطن، إذن نتابع الآن تحالف الوطن، وهو يضم 3 حركات هي حركة التغيير كوران وتحالف العدالة الديمقراطية برئاسة القيادي السابق في الاتحاد الوطني الكردستاني برهم صالح، وأيضا يشارك فيها الحركة الإسلامية الكردية. ويرأس التحالف النائب عن حركة التغيير ورئيس برلمان إقليم كردستان السابق يوسف محمد صادق. إذن هذه هي أهم التحالفات المتنافسة في انتخابات برلمان عام 2018.